من جديد، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوسعة شبكة الطرق في البحرين، كشف سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف عن إطلاق حزمة من المشاريع التطويرية لتوسعة شبكة الطرق في البحرين التي من شأنها أن تعمل على تخفيف الازدحامات في المملكة نتيجة التطور والتوسع العمراني المتزايد في أعداد المركبات. وأوضح سعادته بأن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع لطرح مفهوم جديد لتوسعة شبكة الطرق في البحرين لتكون نموذجا يعكس التوجهات القادمة بما يتماشى مع انسيابية الحركة المرورية ومراعاة الجوانب الجمالية وتكامل الخدمات البنية التحتية الأخرى لتضمن الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في جميع الطرق الحيوية، حيث تشهد المملكة نهضة في التطور العمراني والاستثماري. وأشار خلف إلى أن الوزارة كثفت جهودها بمراجعة المخططات الاستراتيجية من أجل توسيعة شبكات الطرق الحالية، حيث أن هناك حزمة من المشاريع التطويرية تصب في تحقيق أحد مخرجات الملتقى الحكومي التي تتعلق بعمل الوزارة بشكل مباشر، وهو إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين وتربطها بالاقتصاد العالمي. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المهندسة هدى فخرو الوكيلة المساعد للطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. مهندسة هدى، بداية نرحب بك، ولو تعطينا صورة أشمل عن تصريح سعادة الوزير لإطلاق حزمة من المشاريع التطويرية للطرق في مملكة البحرين. مساء الخير عليكم جميعا، وطبعا بالفعل توجيهات ودعم حكومتنا الرشيدة بأن وزارة الأشغال تعمل حاليا على إعداد التصاميم الهندسية لحزمة من المشاريع الاستراتيجية تمهيدا لتنفيذها ابتداء من العام القادم. طبعا هي بتاخذ عدة سنوات، بس إن شاء الله احنا نبتدي فيها العام 2017. طبعا تشمل هذه المشاريع انشاء جسر الرابع يربط بين مدينه المحرق ومدينه المنامه، توسعه وتطوير شارع الفاتح، وانشاء انفاق وجسور على التقاطعات الرئيسيه عليه. ايضا من المشاريع توسعه شارع الشيخ زايد وزياده المنافذ لمنطقه عالي. تشمل أيضا هذه الحزمة تطوير تقاطع غاز البحرين، كما تشمل تطوير التقاطعات وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان. أيضا تشمل مشاريع توسعة شارع البديع وشارع